بور قديما بور كانت دولة، وهي عاصمة الدولة وما لها حدود، إنما أخيرا حصلت حدودها ما بين المعياز شرقا إلى قارة الحبوضية غربي صليلة. الزف السنوي والقنيص هذا عادي من العادات ومن التراث، والزف هذا يعني في البداية يروحون لعند المنصب، ومن بعد المنصب فيه يجون لعند القبائل، فيه ناس من السقي يقولهم من الباجري، يمقدم الحافة حق القنيص يخرب قهوته لعند الباجري يقول له نبغى زف. ويقول من ضمن قصائده: يا بور يا جنة الدنيا، يا مصرنا لي بها شارة، فيها الحبيب الذي يحبه ومنية القلب وأوطارة. سميت مدينة بور نسبة لثور بن مرتع الكندي، وحولت من ثور إلى بور، هذا أصل التسمية المعروف الآن وأكثر المتداول. نشأت مدينة بور قرابة 3000 عام أو يزيد، وهي من أقدم ثلاث مدن في وادي حضرموت، اللي هي تريم وبور وريبون تحت الهيرين، هناك منطقة يقول لها ريبون. طبعا كما هو معروف بور تعتبر مدينة تاريخية عريقة وقديمة في التاريخ، إلا أنها مع هذا لم تحظى بالاهتمام المستحق لها من قبل السلطات المختصة. بور ذكرت في العديد من المصادر التاريخية، ومنها تاريخ شنبل، وقال فيها أنها بور من أمهات قرى وادي السرير. ذكرت في إدام القوت، وقال أنها من البلدان القديمة والعريقة. بور ذكرت في العديد من القصائد التي يتغنى بها الشعراء الحضارة، منها وأكثرها قصائد الشيخ المعروف المربى مخرمة. ويقول من ضمن قصائده: يا بور يا جنة الدنيا، يا مصرنا لي بها شارة، فيها الحبيب الذي يحبه ومنية القلب وأوطاره. وبور تسمى كذلك الدمنة، وذكرت في قصيدة للشيخ المربى مخرمة يقول: ثلاثة جمعهم الله في كمال الكمال، بور والدمنة وباهي الكمال. وسكن فيها من سابق قوم الرس اللي هو قوم حنظل بن صفوان نبي الله، وأيضا من ضمن اللي سكنوا في بور الغساسنة، هذه اللي سكنوا في بور تقريبا قبل أو في بداية العهد الإسلامي أو قبل العهد الإسلامي، وبعدها في بداية العهد الإسلامي جاءت في بور برضو دولة يقول لها دولة بني نجار، هذه في فجر العهد الإسلامي. ثم سكنوا بور اللي هي الدولة الباجري أو دولة كثير، أسست طبعا في القارة هذيك اللي هي يقال لها قارة يشير، اسمها التاريخي القديم، والآن آخر مسكنها هذه اللي هي الباجري في هذه القارة، ويوجد بها حصون اللي هو حصن الكثيري، هذا اللي أسس أول دولة في بور اللي هو علي بن عمر الكثيري، وأول سلطنة هو ذهب من بور إلى ظفار أسسها وامتدت إلى ظفار، ثم قبر هذا السلطان في بور طبعاً هذا قديماً، وبقوا فيها الباجري قرابة 800 سنة إلى الآن. حدود بور قديماً بور كانت دولة، وهي عاصمة الدولة وما لها حدود، إنما أخيراً حصلت حدودها ما بين المعياز شرقاً اللي هو هذاك إلى قارة الحبوضية غربي صليلة، يعني صليلة تعتبر من أرض بور. وسكن بور كثير من الناس، ومؤخرا هي تعتبر مثوى للباجري، وفيها من السادة العدروس وقبلهم البعبود، وفيها من بقية شرائح المجتمع الأخرى البضاوي والبازغفان والبشراحيل
والقندوس القندوس من الحيان وكثير من الشرائح اللي موجوده في بور، لكن هي الان تعتبر مثوى للسمو الباجري. وهي الان مدينه فيها برضو كثير من الخليط، بلغ سكانها تقريبا في 2004 حسب تعداد حدود 8000 الى 9000 نسمه. في الاخير الان حسب اقوال اصحاب التخطيط انه بلغ سكان بور حاليا في حدود ما بين 14 الى 16000 نسمه. بور تشتهر مثلا زي الاعراس، زمامه الاعراس، الزف السنوي، هذا بور تقيم لها زف سنوي، مطلع حويف منتشر في اسمه في وادي حضرموت، بور ايضا لها حافه وتقام لها مطلع سنوي في اسمه في كل سنه. هذا هو اللي هو اكثر ما تشتهر بور. الاشياء الاخرى هي اشياء منتشره في جميع اسمه مدن وادي حضرموت. وكان من العادات اللي موجودة برضو إذا حصلت يعني لا قدر الله يعني وفاة أو مشكلة، كانوا يقومون يعني بإطلاق ضربة واحدة لا شرق واحدة لا قبلة، بحيث أنه خلاص هذه تكون علامة من العلامات اللي تنبه لها الشخص أنه خلاص في حدث حصل في اليوم، فيقوموا يلتمون القبيله والشرائح اللي موجوده برضو الساكنين في المنطقه، يتجمعون عند المقدم بحيث انهم يعرفون ايش الحدث اللي حصل ويتداولوه، وان كانت مناسبه سعيده شاركوا، وان كانت يعني حالات من حالات الوفاء او خلاف الكلام هذا يتشاوروا بحيث انهم يوصلون لبر الامان. وهذه تعتبر من المجهة. فكان في نوع من التكاتف والتلاحم بغض النظر سواء كان من آل باجري أو من باقي السكان اللي موجودين، كانوا يتعاونون كأخوة، لحمة واحدة، الحال واحد. وإن شاء الله نقول أنه هذا الأمر ما زال قائم وإن كان به بدرجة أقل. بور أنجبت العديد من الشعراء والمثقفين والأدباء والعلماء، وبالأخص منهم العلماء والفقهاء من المناصب السادة على الدروش ومن آل باعبود ومن آل السادة المولى خيلة، وكذلك سكنتها بعض من ذرية السيد أحمد بن هاشم الحبشي. وكذلك مشهور من ضمن الشعراء بور الشاعر علي بن زام الباجري، كان في زمان الإمام الحداد وزمان السيد عبد الله بن علوي العدروش. وكذلك من ضمن شعراء بور الشاعر عبد بن عامر، وفيها كثير من شعراء الباجري المتأخرون. في هناك قصيدة تذكر للإمام الشيخ عمر با مخرمة يذكر فيها بور، ويقول: إن جيت قرية بور ذي نال المنى من زارها، قف شرقي الجامع وقل يا دار تعلو أنوارها، بالسعد سوسها على رغم العداء معمارها، بالنصر حكمها وبالتأييد شاد أصبارها، قف تحتها ساعة وسلها عن من من أحيا قطارها، إن جاوبك عنها لسان الحال وابدأ أسرارها، وقال عبد الله بهين بايزيل أشرارها، عبد الله السلطان ذيبه قدر فع مقدارها. ولعله يقصد في ذلك السلطان عبد الله بن زام الباجري، كان سلطان على مدينة هينة. حاليا اغلب الحرف اللي يشتغلون في البور هو الزراعه والبناء، الان اغلب ما يشتغلون بها. لكن بور سابقا كانت معبر للتجاره ما بين تريم وشبام، ما بين تريم ودوعن، وكانت بها كثير من الحرف مثل النجاره، صياغه الذهب والفضه، دباغه الجلود، كثير من الحرف كانوا يشتغلون فيها لأنها كانت مركز تجاري برضو،
للقرى والمدن المجاورة. أبرز الزراعات في منطقة بور من أول تشتهر بمحاصيل الزراعية البر والذرة، هذه من أنواع الحبوب، والحبوب الأخرى أول كالمسيبلي والدخن والكنب، هذا كان يزرع من أنواع الزراعة، والتمر النخيل والثوم والبصل والبطاط والطماط كثير من الفواكه هذه المحاصيل الزراعية. المعروف عن بيوت حضرموت وحصونها، عادة البيوت والحصون مقسمة إلى ثلاثة أدوار تقريبا في أغلب المناطق، اللي هو الدور الأرضي هذا يكون مستودع للمواد الغذائية، مستودع للتمور، مستودع للحبوب. الدور الثاني يكون عادة سكن الأسرة اليومي هذا. الدور الثالث للأولاد، بعضهم البنات هكذا، بعضهم الناس الصغار عليهم. أيوة. إحنا نسميهن المراويح، يعني تحت يسمونهن الدروع والمياسم، والوسط يسمونها المحاضر والغرف. الدور الثالث يسمونه المراويح. الدور الأخير اللي هو الريوم، هذه السطوح. هذا معروف غالبا تقسيم بيوت حضرموت بالشكل هذا. إلا في شبان. شبان طبعا لأنها الأدوار تعدت الثلاثة، وصلت إلى ثمانية أدوار، سبع أدوار، فعندهم حتى أدوار للمواشي، يعني تحصل في دور للماشية، دور للطباخة، دور حقهم الثيران هذه اللي يزرعون بر، هذا مختص به في شبان فقط. أنا بقيت حضرموت وما فيها بور الحصون، اللي هذه عندها الحصون تزداد بالأحواش، الحصون والحوش طبعا لأنه في حوش حيط، يكون في الحوش هذا المسجد، البير، البستان صغير على مستوى البيت، مرتع للعب الأولاد والأطفال، هذا اللي هو أكثر ما اشتهرت به حصون وبيوت حضرموت. المعاصير طبعا في الحصون هذه الهدف منها عسكري بحت، يعني عسكري ودفاعي هو. في بعض الحصون وفي بعض البيوت منطقة في وسط البيت يقولون لها غلب، هذا غلب تحصله يعني بعض الأحيان يشيلوا راعي البيت اللي هو أو عاقل البيت يتخذوا له مسكن، وبعضهم يتخذونه للمراقبة، يعني تعرف من أول البيوت عسكرية تعتبر، فاللي يقعد في الغلب مثلا يراقب داخل خارج لابور نازل، فهكذا يعني التسمية. الشمسة هذه في بعض البيوت، مش في كل البيوت هذه موجودة، موجودة في بعض البيوت اللي هي يعني تكون تهوية لداخل البيت إلى أرضية البيت، ما تكون مغمية، هذه تكون في وسط البيت. هي معروفة الحصون قديما تبنى، طبعا مكوناتها تعتبر قلعة كاملة بها كل مكونات الحياة، يعني بيت للسكن موجود، ولا يقام البيت إلا بعد ما يحفر بير ماء، ويزرع فيها نخل، وبرضو يربى المواشي فيها، وتوفر الطعم لها في نفس الحصن ده، يعني عبارة عن حوش، في بيت، في مزرعة، في نخل، في زرب، في بير، مقومات الحياة كلها موجودة، بحيث أنه لو تم حصار أو شيء لا يمكن أنهم يحرمونهم من شيء، متوفر كل شيء. وتصميم الحصون اصلا يعني في جوانب منه جوانب دفاعيه. سكان بور يمتازون بانهم سكان الكل يتعارف، الكل مسالم، اغلب المشاكل اللي تحصل ولا تحل تقريبا داخل المنطقه موجودين هناك. مقدم القبيلة، بعض العقال المناطق، بعض العقال الشخصيات الثانيين اللي يستعان بهم، والقليل منها ما يقول يرجع الدولة إلى المحاكم، لكن هذا قليلة فيها وأكثرها حل محليا.
بحكم التفاف أهل المناطق والتفاف كل من هو ساكن في بور. يعني نعتبر أسرة واحدة، كل من هو ساكن في بور يعني من أهل بور، من أهل باجري، من غير أهل باجري، نعتبر تقريبا أسرة واحدة، وفي جميع أفراحنا نتشارك فيها، أحزاننا نتشارك فيها، المواسم زي ما قلت لك في السابق الزفة هذا يعتبر يشاركون فيه كل أبناء بور، المطلع السنوي حق الحافي يشاركون فيه كل أبناء بور، هذه تقريبا أغلب اللي أو أكثر اللي هو موجود في مكتب. أيضاً كانوا الآباء والأجداد في هذه المنطقة يحافظون على عادات وموروثات وتقاليد شعبية عريقة وأصيلة، ومنها عادة القنيص والزف السنوي الذي يقام بعد قنص الوعول. فمثلاً هذه العادة وهي عادة القنيص يتم الإعداد والتحضير والتهيئة لها بأن يقوم مقدم الحافة مثلا حافة بور للألعاب الشعبية أو مقدم القنيص الذي يتم تعيينه سنويا بأخذ الإذن من آل باجري، وبالتحديد من مكتب آل حسن بن علي باجري، وكذلك أخذ الإذن من المنصب العيدروس، ثم فيما بعد يقوم بالذهاب إلى القناصة في الجبال والوديان والشعاب كوادي مدر ووادي الذهب، بحيث أنهم يكونوا هناك متهيئين للجلوس والبقاء في تلك الجبال والوديان والشعاب وقرابة الأسبوع كاملا. الزف السنوي والقنيص هذا عادة من العادات ومن التراث، والزف هذا يعني في البداية يروحون لعند المنصب، من بعد المنصب فيه يجون لعند القبائل، فيه ناس منسقين يقولهم من الباجري، يجي مقدم الحافة حق القنيص يخرب قهوته لعند الباجري يقول له نبغى زف، ويتشاورون وإذا وافقوا يقوم بالمهمة، يقوموا بالسمر يعطون إعلان للزف ويطلعون نقنص وادي الذهب ونقنص وادي مدر والرميان. هالباجري من أول معروفين، شهرهم علي بن عبد الرب وولده وابنه خليسي، ويطرحون المكان الرجل المناسب في المكان المناسب، وجميع الفئات نشترك مع بعضنا البعض، كل اللي يبدلوه في القنيص والفرحة للبلاد مرة جميل بأكملها. ويقوموا عملية القناصة منذ الصباح الباكر، الانتشار في الجبال، يتم هناك توزيع المهام، كل طائفة وكل فرقة لديها موجه عام يوجهها، ويختبئوا خلف ما يسمى بالمرابي، والمرابي هذه عبارة عن سواء حجارة تستر الرامي الذي يريد قنص الوعول يختبئ خلفه حتى لا يكشفه الصيد، وإنما هو يكون كاشف للصيد. هذه المرابي يتم توزيع القناص والرميان حولها، وهناك أصحاب الأشباك الموزعين، بحيث أنه إذا الصيد قفز على الرميان يكون أصحاب الأشباك التقوا بإيش بالوعل وضفروا به في الأشباك. مثلا من أصحاب من الرميان الذين يذكروا في مدينة بور، وكان من أشهرهم علي بن عبد الرب باجري وابنه خليسي بن عبد الرب باجري، فكان خليسي له يعني حنة ورنة في البندقية التي يستخدمها. حتى
حتى اشتهر بها ويذكر من ضمن القصص التي اشتهر بها بندق الذي يحمله خليسي بن عبد الرب وهو لوالده أنهم السلطان الكثيري كان لديه مناسبة في القصر سيئون، ثم استثنى آل باجري من الدعوة، لكن حضروا آل باجري واختبأوا في بيت حافة الحوطة الموجود في مدينة سيئون، وكان هناك عدد من الرميان الذين دعاهم السلطان ليصيدوا شيئا معينا غرضا معينا، ففجأة تم إطلاق رصاصة لا يعرف من أين، ثم أصيد ذلك الغرض، فأخذوا من صاد هذا الغرض، فعرف السلطان أن هذه البندقية من صوتها ومن الرصاصة التي أطلقت ومن الإيقاع بالغرض أنها لخليسي بن عبد الرب باجري، فبحثوا عنه فوجدوه موجودا في ذلك البيت وهو بيت الحوض. كذلك هناك عبد بن علي بن حبشي باجري وكثير من الأسر الأخرى والفئات والشرائح الأخرى. أما أصحاب الشباك فهناك مثلا آل باضاوي وآل باز غفان وآل بن شعبان وآل بن عامر وغيرهم كانوا أيضا حاملين لهذه الأشباك التي تصيد فيها عملية الوعول. في حال عملية الظفر بالوعول والصيد طبعا أكثر من 10 عيرات في الوعل يزف به ويدخل في عملية الزف. هذه إذا صادوا الوعول هذا ينظرون يعني جمالتهم ويتجملون، ومن عادة الصيد وقوانين الصيد هو يعرفون أكثر شيء مقادمة القنيص ومقادمة الحافة، وكذلك الصيد له عوائد، أول ما يصيبه الرامي الأول صيد صيده إذا انطرح حتى طرحه واحد ثاني، ولكن إذا استاب الصيد ونزل مثلا وقرب من الشبك حتى 50 متر هو عاده يعني قوي، يروحون أصحاب الشبك هذول اللي عند الشبك يسحبونه وطرحونه في الصيد، يقولون الصيد صيدنا يا الشبك عند الشبك ما هو عند الرامي. يتم هناك استقبال القناص بعد أسبوع في حفل بهيج واستقبال من جميع الأهالي وجميع شرائح المجتمع، فرحين مستبشرين ويأتون القناص حاملين الوعول وهم يتزملون قال المعنى بالبيت الذي يقول قال المعنى شل خطي للبلاد جبت الذي قد سميلي في الكتاب، ويدخلون بدخلة إلى السوق العام وإلى بيت المقدم، ثم يتم التهيئة والإعداد للسمر القنيص في نفس في ليلة نفس الدخلة والاستقبال، ويتم عمل السمر وإقامة بني مغراء والبرعة التي تستخدم الأغاني والمزاهي احتفاء بهذه المناسبة. في صبيحة اليوم الثاني يتم إقامة الزف السنوي العام، وهذا الزف السنوي العام كان يقام في منطقة موضع يقال له الحجرة، والآن في السنوات الثلاث الأخيرة انتقل هذا الموضع إلى موضع آخر نظرا لأولا الوقوع الموضع الأول على مجرى سيل، ثم لكثافة السكان ولأن الموضع الآخر أكثر مشاهدة للجميع. يحضر هذا الزف السنوي قرابة 500,000 شخص يحضرون هذا الزف من جميع المناطق، ويقام عملية تمثيل في الزف. هو الزف عبارة عن عملية تمثيل للزف، ما يدار في الشعاب ينقل للناس الذين لم يقنصوا هذه الشعاب والوديان، يتم عملية تمثيل حي ومباشرة لهم. هذا فيما يتعلق. ثم العصر، عصر نفس يوم الزف يقام العشوي، وفي هذا العشوي يختتمون هذا الزف بالبرعة أيضا
بني مغرا، وكذلك بإقامة بعض النشرات المضحكة والهازي المفرحة للجميع يحضرون من النساء وكذلك حتى من الرجال والأعيان والمشايخ والوجهة، ويختتمون هذا القنيص ويتم تكريم القناص في هذا العشوة.